اجراء غير مناسب في الوقت هذا البلاد ما تستحقش انها تو لأنه فوضى من جميع النواحي وبتصير لخبطه في الكلام هذا فانا انا نأيد ان يمسكها شخص واحد البلاد اقل شيء مرحله انتقاليه نحن لا نحن وحدات عسكريه و... وعندنا تعليمات نمشو به نحن العسكريين خارج الانتخابات عندنا تعليمات عندنا امر صنف او امر وحده او امر ركن معين وجهوا لنا تعليمات ونفذوه يعني والله بالنسبه للانتخابات هو ضروري من الانتخابات ورئيس دوله مش تل البلاد تلتم تقعد بلاد يعني ننتقلوا للمرحله الثانيه من البلاد ونقعد في رئيس دوله ورئيس دوله يعطي وزاره ويحط وقائب ونفكوا من هالمواضيع اللي صارت كلها